يعني مش هنقول لك ماشي غير انا اللي يكره، امهات هما مستورين مساكن ما قادينش يهضروا على ريوسهم. ماشي حوايج اللي نقول لك الطبيب يديرهم انا كنديرهم. اعرف راسها في لاح كل شيء، شي حلم حلمها، حلم مولد وحلم بنت مريضه وحلم ملاح وشات تجوزت الكل ورا. انت اليوم صحيت قلبي فيها وتعرفي الحال ديالها. انا عارفه الحاله ديالها، انا ولات فيا طبيب. انا كنركب لها التيو، انا كندير لها دي يا مولاي عبد الله، غيعيطوا لي دابا يقول لي جيبيها تنعس، فرحات عليا. وراه خايفه عليها دابا، راه المنفوخه لا من هنا حاجه، اخي بحاجه يكون ديال العبد. الحمد لله وبإنسانية كيبقى فوق من كل شيء بإنسانية. الله يجازيهم كامل، الله يجازيهم كاملين. ومن هذا المنبر ملي غادي ان شاء الله نقادوا ليها لاكارت غادي نواكبوا معاها ان شاء الله. ولا مغاربة معروفين بالإنسانية، كل شيء كيتعاطف. نشري واحد جديد واخا بخصوص الدراسه. واش قريتي لا الحمد لله، الحمد لله. ما غنقاوم معاها وربي كبير. حنا الحمد لله حسد دير لامو ديال اكيد. انا دخلت على الخط ديالك جمعيه الحياه للام الطفل فاطمه العرشاوي، ما غنتخلاش عليها. دقات بابي وانا ما رديتهاش وغادي نقاوم معاها. حنا كجمعيه دخلنا واستقبلنا بحراره، الله يجازيه بخير. هلاكارت عاد واش غادي كحنا حنا ك بلوطات وعلى راسهم السي الفيلالي اللي استقبلها الصباح وغادي يازرها باش هي تصاوب، حيت مسكينه كتنقل بزاف. غادا غيصاوب لها كيتصرف. الحمد لله، الحمد لله. ملي كيكون ديال الله احسن. الحمد لله تفكرنا الله وعطانا هاد الامر ديالو. حيت هي كتشوفني كيفاش كنتعذب بالليل، كيفاش كنتمحن. قريت حبست حد الخامس حيت ما كملتش. بعض المرات ما كيكونش عندي التيو، ما كنكملش به السيمانه ولا ما كنكملش به 3 ايام كنرمي، كيبدا يخرج لي البول من بوطي، خصني نعاود. كيخرج لي البول حتى من هنايا، يعني ثمن البلاصه اللي داير لك منها التيو باش تقدري انك حيت وتكرفصت معايا وباقا لدابا كتكرفص معايا. في الصغرى تكرفصت معايا، في كبري غدا كتكرفص معايا. كنعرفو الناس كبار يعني بحال الانسان كيكبر وهو كيزيد عليه. انتي اللي كتمنى كتفائل بالخير انك تكبري. كتفائل في ديما كتقول لي ما تفكريش حاجه خايبه، ديما ندير شي حاجه لغد اللي غتكون عندك زوين. المهم ديال المحمديه مع الشاب دعاء اللي اكيد كنتمنوا ليها الشفاء العاجل باذن الله. عندها مشكل جهاز تناسلي واللي تسبب ليها في مشاكل كبيره وكبيره بزاف. الام هازه الحمل ديالها وديال الاخ ديالها الصغير، ولكن كما قلنا تقاد الشيء بقات قادره انها التكاليف ديال العلاج كيتزادوا والمصاريف كيتزادوا والام عيات. طلبت انها تخرج للاعلام لعل وعسى تلقى المحسنين اصحاب القلوب الرحيمه اللي اكيد كيشوفوا الجنه هنا وكيبغي يديروا الخير هنا مع الناس اللي محتاجين للمساعده. اكيد غناخذوا تفاصيل اكثر باش نشرح لنا المشكل اللي عنده وكيفاش بدا المشكل. السلام عليكم. السلام. كيفاش بدا المشكل ديالك؟ واش من الزين من تزاديتي وانت من تزاديت بكل شمو؟ انا كنت تزاديت عندي النبوله فوق تحت البوط، دخلوها ليا وحلوا لي المفاصل ديالي وعاودوا لصقوهم ليا. ومني درت 13 عام داروا لي فتحه اخرى باش وليت كنبول من بوطي. كنبول دابا انا واخا كنبول من بوطي كنبول حتى من لتحت، ولكن انا لتحت ما كنحسش بيه. يعني ما كتحكميش في التبول؟ لا ما كنتحكمش فيه. يعني ضروري خاصك تبقاي ديري ريكورد؟ ضروري، يا في الزنقه يا في الدار يا في اي بلاصه خصني نكون دايره، ما خصنيش نحيدو حيت ما كنحسش بيه كاع. حتى كنلقى راسي راني عامره. وشحال شحال من مره كيخرج لي البول حتى من هنايا. ثمن البلاصه اللي داير لك منها التيو باش تقدري انك حيت بعض المرات ما كيكونش عندي التيو، ما كنكملش به السيمانه ولا ما كنكملش به 3 ايام كنرمي، كيبدا يخرج لي البول من بوطي، خصني نعاود نشري واحد جديد. واخا بخصوص الدراسه واش قريتي لا قريت وحبست حد الخامس حيت ما كملتش قرايتي بسبب التنمر ديال اللي كانوا كيقراو معايا في المدرسه. حتى هذا المعنى المجتمع ما رحمكش. ما كنحاولش الحاله بلي كنتي كبيره في العمر. دمرتي الطبيعه انا جلست في الدار دابا شي 4 سنين ماشي 5 سنين. بقيت شفت المدرسه.
علم انك الحلم ديالك باغا تولي فرملية. باغا نولي فرملية وباقا لدابا كنتمنى نولي فرملية حيت انا حاس بداكشي اللي غيحسوا به الدراري الصغار، وكنت باغا نكمل قرايتي ان شاء الله تنوليت انا فرملية وطبيبة ولا شي حاجة، ولكن بسبب التنمر ما كملتش قرايتي. واخا بالنسبة لهاد المشكل هذا اكيد راه اثر عليك على حياتك، وليتي كتشوف المستقبل ديالك واقف. بعد ما كانت وصلتني حتى للموت كنت باغا نموت، حتى لدرجة كنت غادي نموت وحبستني ماما مرة ما جوج. يعني ما كيفاش غنتزوج، كيفاش غندير الوليدات، كيفاش نقدر نخدم ولا نقرا. وكنت كنبغى نمشي نخدم ما كيرفضوني ما كيبغيوش حيت كيقولوا صحتك على قد الحال مريضه. فكرت كنت نجمع كنخدم ونجمع ندير طابله ونبقى نعاون بها ماما، ما كتبش حشي لي هزاني بوحدها، ما الا ما جابتش الدر ما غاديش يجيب لنا حتى شي واحد. بعد ما كتخرج هي تسعه باش كتجيب لنا ليكو وتجيب لنا الماكله ليكو. وصلت واحد المرحله كما قلتي لي راه صافي ما بقاش درهم في الدار. قسما بالله الا فطرنا ما نتغداوش، والا تغدينا ما نتعشاوش، كنبقاو على حاجه وحده قسما بالله. وكنصبروا كنبقاو نزور نصنا بالماء نزور حتى كن الحمد لله. وكان عندك مشكله ديال حتى خاص ما تكثريش منه دابا، حيت ما غيكثر عندك التبول، كيكثر لي التبول وكيتنفخوا لي الكلى وكنولي كلي نترعد. يعني خصنا نشرب الماء بالقياس، وبعد المرش الا ما شربتوش كنبقى نشف من فوق. بخصوص الاطباء اللي شخصوا الحاله ديالك شنو كيقول لك على الحاله ديالك؟ كيقول لي كاينه، كيقول لي كاينه في برا، كيقول لي الا مشيتي لبرا كاين التعالج، ولكن راه غتبقى هي هي. يعني واخا تمشي لبرا غتعالجي، ولكن راه غيبقى نفس الفويش من التحت دايزه. يعني من التحت، يعني الحل الوحيد ان شنو قال الحل؟ ما الحد الحل هو هذا، قال لي غنبقى انا يعني قال لي تقدر تسدي من التحت. يعني يتحل تسدك المشكل من التحت وبقى عندك ولكن الدكتور ديالي قال لي ما الا سديتك من التحت غادي يطفخوا لك الكلاوي. حيت دابا انا البول الا حاجكم حبستها من التحت كلاوي كيتنفخوا، خصني دار نبقى طالقه تمشي. بالنسبه للدوره الشهريه كتجي عاديه يعني ما كندكش فيها اشكال؟ لا تاي ولا عندي دابا فيها اشكال، حيت عندي الميكروب دابا طالع لي بزاف وعيني زراق. دابا راه هاد السيمانه كامله مبقيتش كنعس، ملي كنبغي نتكى بحال هكا كلاوي عاد كيزيدو يتنفخو وبداو يترعدو ليا. اليدات ديالك كامله كتألم؟ ما كنعش انا بحال بنادم، ما كنعش كنبقى بحال هكا. انا بعد ما كنبقى فايقه الليل كامل حتى لتمنية بما بد عليا هذا كنعس، ومع ذلك كنعاود نفيق. الليل كامل دابا كتخمي؟ ايه الليل كامل دابا كتخمي، ما عارفاش هي كيف دايره كيف غتكون كيف شنو. ما عارفاش لا ما عارفاش. دابا كما قلت كما العلاج جيتي على برا، يعني هنا في المغرب صعيب ان العلاج يكون. صعيب العلاج بزاف، والى كان كملي ليا. وإلا كان العلاج كي قال لي خاصك تمشي لبرا وكان غادي يسدوني من التحت. انت المشكل ديال ان تسدي من التحت، يعني عندك المشكل ديال الكلى وانهم غيتنفخوا. غيتنفخوا لي كيف ما هم. ولكن واش قالوا لك العمليه تقدر تنجح 100% في حاله كان العلاج برا؟ غتنجح قال لي. انت الامل ديالك في هذه العمليه؟ انا الامل ديالي في هذه العمليه. واخا علاش الحدود الساعه ما كنشوفوكش يعني في المستشفى كتلقاي العلاج؟ واش كان عندك شي مشكل؟ كنت مشيت للبرينوش قال لك خاصك الامو وداكشي وحنا ما عندناش. انت ما عندكش امو؟ ما عندناش امو. واخا الدار اللي ساكن فيها واش كاين ولا اسف؟ لا هذه دار جداتي. يعني جداتي هي مهزه معاكم الحمد لله؟ لا جداتي ميته، غير حنايا جالسين فيها دار الوالده جالسين فيها. انترماو الزنقه حيت بابا براسو عنده دار وما عاقرش علينا، قال لنا بوطه ما نعطيش ليكم. الله يهدي على راسو. الوالدين خاصهم يحنوا في ولادهم. الا انا بابا ما كيحنش فيا. ديالك الله يعمر لها الدار، يعني صابره معاك في الامور هذه اللي كتعيشي والظروف اللي كتعيشي. صابره معايا بزاف، وكان ما كرهتش ندير لها شي حوايج نرجع لها داكشي اللي دارت ليا، ولكن انا كنشوف عينها يعني دمعين حيت اكيد راه ام راه كتحس بنتا كتصبر معاها. حيت هي كتشوفني كيفاش كنتعذب بالليل كيفاش كنتمحن. ولكن الجهد ما كاينش. ما عندي الجهد كامل ضيعاتو معايا في السبيطار. عندك الجهد اللي كان عندي راه ضيعاتو. هي مسكينه دابا باقا مريضه فيها فيروس في الكبده. وما عداش باش تمشي للطبيب وما عندهاش شي الدواء. هذا هو حال الام، كتنسى راسها وكتفكرنا. السلام عليكم.
كيفاش الظروف راه الحمد لله تفكرنا الله وعطانا هذا الامر ديالو كيتصرف الحمد لله الحمد لله ملي كيكون ديال الله احسن حاجه اخيب حاجه يكون ديال العبد الحمد لله انا بغيت نمشي نقول لك ما والله الا الحمد لله تنقول الحمد لله سترونا هاد الحيوط حيت كون ما كانوش هاد الحيوط كون حنا في الزنقه كون حنا مشردين والدريه هي مشرده والولد مشرد ولكن الحمد لله الحمد لله اش نقول لك الله يهدي الانسان شوف الانسان ملي كيتزوج عارف راسه فلاح كل شيء شي حلمه حلمها حلم ولد وحلم بنت مريضه وحلم ملاح وشات تجوج هادي راه هادي اش نقول لك ماشي غير انا اللي كرا امهات هما مستورين مساكن ما قادينش يهضروا على ريوسهم خايفين انا مهما نط وعريت وجهي الناس الا صافي عييت على انك صبرتي سنوات كاملين لا تعيش بغيت دابا نعالج هو دابا بغا ندخلها للطبيب ما صبش لي يديها ليا دابا بغيت شي واحد يدخل ينعس عليا في مولاي عبد الله اي هبط لها الميكروب راه بولا حاشا كلها خانز راني وليت خايفه الكلوه تحرق لها في اي لحظه راه هادشي علاش وليت انايا عايشه في الرعب معاها ماشي عليا انا نجري نطلب ما عادش ندير على دعاء دعاء راه هي استغفر الله الروح اللي كتمشي وتجي فيا بعد لا سعد لا والو لا حياه لا والو شوفي دابا هذيك الفرحه اللي بغات تفرحي على الزوج ديال وليدات راه حدود الساعه راه محرومه منه ولكن كلشي بإذن ولكن الامل في الله والله حتى الامل في الله دابا شنو المطلوب وشنو الحوايج اللي انت بحاجه ماسين في هذه الظرفيه انا بغيت نهز دعاء نعس في السبيطار هادشي اللي بغيت بغيت شي مسؤول وزارة الصحة انا يا ريت يسمعني هاد الناس اللي هنا في المحمدية ديال مولاي عبد الله غيعيطوا لي دابا يقول لي جيبي تنعس فرحات عليا وراه خايفه لا دابا راه المنفوخه لا من هنا الكلوه راه انت اليوم صبحي حطيت قلبي فيها وتعرفي الحال ديالها انا عارفه الحاله ديالها انا ولات فيا طبيب انا كنركب لها تشيو انا كندير لها شي حوايج اللي نقول لك الطبيب يديرهم انا كنديرهم انا دابا يقولوا لي ديري لها السيروم انا نبيكيها وانا نركب لها وكنت كنبيكيها في ميريزكو انا الظروف علمات انك نسيت كلشي ميمكنش تجي المصاريف عندك طايغه هذا جايه هذا جايه حاجه التركاب وسير وجي الطاكسيات صعيب انا كنتولى امري بامري في بنتي ولكن ما عرفتش هي محتاجه تمشي للمستشفى يا ريت الصوره احسن ما يعطيو لي دابا وهي صوري ولي وقول لي دعاء نهزوها دابا وندخلوها لمولاي عبد الله مولاي عبد الله ما طلبتش مولاي عبد الله عمومي يشدو يهبطو يديرو لها الدواء ديال البراوات اللي كدير وصافي علاش عمومي عندك دابا حيتاش المشكل اللي طرا انني الكني انا مطلقه بالادريس الاولى ديال جدي جداتي ياك وبنتي ملي كبرات ودار سن رشد درتها لي على الدار ديال هاد ديال الوالد الله يرحمه حيت بواها اللي غنديرو راه مطلقه منه دابا العناوين مختلفين اي ما عندي لا امو لا دعم لا حتى شي حاجه ما تناخد حتى شي حاجه كلشي مني انا غير كنت طامعه انا في ماشي داك الدعم ماشي مشكل ولكن اللي عندي هو التخصص ديال المرض ديالها هو امو كان عندنا الراميد كان راحمني كنت بنتي ندير لها تحليله نطير بها ميريزكو يدخلوها لي ما عمرهم ردوها لي خاصك حاجه خاصك تخلصي لها فلوس دابا تخلصي وخاصك باش تنعسي انا كنت نعساها في مولاي عبد الله نعست واحد السيده اللي دخلت الله يجازيها بخير نعست لي الله يجعل ربي يفرجها عليها مسكينه شحال كتخلصي لها ديال الادويه ما نكذبش عليك راه التحليله على حسب دابا الدواء ملي كيخرج ليها صافي يخرج ليها الدواء خاصني ناخذ لها على حسب التحليل التلفازه والتحليله التلفازه والتحليله ضروري حتىش الكلاوي ودابا راه مشكل عاد الولسيس الولسيس ملي كيولي عند الميكروب دابا راه كلها ولسيس من هنا راه انا اللي كاشفه على بنتي قسما بالله الا كلها ولسيس انا ما دات بيه شي واحد هيجي ويهز الوراق ها هما كلشي ما حنش البنيه ديالي علاش غيحن راه معروف راه كلشي كيعرفوا ولاد محمديه راه كيعرفوه ما باغاش اصلا ما كنفتخرش بيه باش نفتخر بالحباب والله ما نفتخرش بيه سير ما كيفتخر به الا الله لعبده انا كرسل ليه ولدي كيجري عليه اه
ويلا خدا لي شي كاسكروت كيقولي كولو قدامي ما ديش ليها. اها وحق مصحف الله. لا هو باري منها. لا هو باري منها من قديم. ملي تجوج برا منا قال في فيديو جاو المنابر ديال المحمدي وداروا معاه فيديو في دارو. راه باقي عندي الفيديو الان انايا. لا حوكي ما ماشي كيقول بكل افتخار. تبارك الله دريه زوينه ونقيه واللي اكيد غنتمنوا لها مستقبل حتى هي بحال بحال جميل. والله حتى تشوف اخويا كلشي كيبان. والله حتى الخير في ولاد الناس في المغاربه شنو نقول لك شد العمليات كلهم. راه ما دافعش هي منهم جدريال هو. المحسنين. كنت كندير لها فيديو كيجي يديوها ليا العمليه. دعاء خاصه شي حاجه المحسنين. راه ماشي باها على تقليدي. ربي شاهد عليا. الله يهديه. ربي تيشوف. انا حز امري لله وحز امري وامر هاد الولاد لي. حيتاش الانسان كون باغي يعطي راه ساهله كترسل غيروف. وانت كتقولي بنتك خاصها تحلي تيقول لك تموت. انا براسي كنتقطع كيبقى عليك بهاد الهضره هادي باش يسد عليك الباب ونزيدك كلمه ما خاصيش ماشي في الموضوع ديالي هادي ما خاصيش نبدا حتى انا كندوي على بنتي عمركم ما شو واحد تيقول لي عطيني الصير تيقول لك رسليني للحبس وميش نقولي انا غنرسلك تيقول لي قسما بالله وترسليني وتجيني السيدعة غندخل العدول عادي نكتب ليها الدار ها بنتو تشهدوا ها ولدو الصغير يشهد لا ويلي دراعي لا قبل حقهم باش ما يضيعش ليه ولا اله الا الله واخا ماشي هو الموضوع ديالنا ولكن اكيد شي كيجمعوا لي المنطقه اللي اكيد قريبه من الاسره هذه كيفاش كتشوف الظروف ديال البنيه بالاخص اللي اكيد محتاجه العلاج اقرب وقت ممكن وما يمكنش قلال الحالات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اول حاجه بغيت نشكر كاع الناس اللي دخلوا على الخط ديال هذه البنيه وازروها ولو بكلمه اللي فرحت لها القلب ديالها وفرحت الام ديالها. وبغيت نشكر المنابر الاعلاميه اللي الصراحه كلهم لبوا الطلب وجاوتهم معايا وخذوا الكلمه. وبغيت نطلع وبغيت نشكر السلطات وعلى السلطات وعلى على راسهم السي الفيلالي اللي استقبلها الصباح وغادي يازرها باش هي تصاوب حيت مسكينه كتنقل بزاف غادي يصاوب لها لاكارت عاد واش غادي حنا كجمعيه دخلنا واستقبلنا بحراره الله يجازيه بخير وبانسانيه كيبقى فوق من كل شيء بانسانيه الله يجازيهم كامل الله يجازيهم كاملين ومن هذا المنبر ملي غادي ان شاء الله نقدوا ليها لاكارت غادي نواكبوا معاها ان شاء الله حتى دير لامو ديال اكيد انا دخلت على الخط ديالك جمعيه الحياه للام والطفل فاطمه العرشاوي ما غنتخلاش عليها دقات بابي وانا ما رديتهاش وغادي نقاوم معاها الحمد لله الحمد لله ما غنقاوم معاها وربي كبير حنا الحمد لله مغاربه معروفين بالانسانيه كلشي كيتعاطف معاه ومازال غيتعاطفوا معاه وكنتمناو من وزاره الصحه هذا نداء قوي باش يدخلوا على الخط ديال دعاء وهاد الدعاء خاصها ضروري تنعس قبل ما يكون عندها لا لامو ولا شي حاجه مساله انسانيه ومساله مواطنه خاصها تعالج حقها في العلاج لان هادشي كيامر به سيدنا الله يجازيه بخير والله ينصرو خاص هاد البنيه تعالج هادي بنتنا بنت كل شيء هادي هي الكلمه اللي غنقول في حق دعاء كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين كيف ما تزاديت وكنت واقفين معايا ودابا باقا واقفين معايا الله يرحم لكم الوالدين عمر دقش بابكم ورجعتونا صراحه واخا ما عدتكمش كتعاونونا غير بالدعاوى الله يرحم لكم الوالدين وشكرا بزاف واخا نقول اخر كلمه الام سلمى الشريف اخر كلمه توجه للمغاربه اللي كيعاونوا في الظرفيه ومازال ممكن انهم يعاونوك انا الطالب اللي كنت هادشي اللي كنطلب كنتمنى هاد النداء ديالي يا ريت ودابا اتيصونوا يقول لي نوضي هزي دعاء نمشي تنجري انا فرحانه نفرح بنتي غداوى ليا هادشي اللي كنطلب يا ريت ويدخل شي حد في الخط ديال الدعاء يهز تنعس على حسب الميكروب راه الا مشات لها الكلوه راه تولي في الدياليز ولا وصلت للدياليز راه صافي ما عندهاش ديال او ما عندهاش ودابا راه كنا اش نقول لك راه هي عارفه راسها كيفاش كتهضر وراه سمعتوها راه ليلها الله يفرجها امين كما سمعتوا معنا مشاهدينا متابعينا القصه ديال دعاء اللي اكيد الرجاء ديالها في المغاربه اللي اكيد
ملي كيشوفوا شي مواطن محتاج للمساعده كيلبيو نداء سواء كبير سواء صغير. حنا ما قبل ما نتكلموا على وزير الصحه اللي اكيد غنوجهوا ليه كذلك ومثال الرساله ديال هاد الشابه اللي حشومه وعيب وعار ان تضيع وان تسنى حتى يتقاد لها الامو عاش دخل المستشفى وعاش تلقى العلاجات الاوليه. نتمنوا كذلك من المسؤولين والناس اللي غايورين بمدينه المحمديه والاغنياء ديال مدينه المحمديه لما لا يتدخلوا على الخط. انسان كيمشي للحج 4 مرات 5 لما لا هذيك 4 مليون ولا 6 مليون اللي غتمشي بها للحج وفرها للبنيه هذه باش ترجع الصحه ديالها وباش تخدم للام ديالها. نساو الاب ديالها يكون مزيان ولا خايب داك الشيء كيبقى ليه مع الله ومنه المولى. هذيك الساعه ملي غيتلاقاو عند الله هذيك الساعه هي ما غتسمحش حقها واي حاجه ضاعت فيها في الدنيا وما وفراش للاب ديالها الا كان بالامكان ديالو راه غيتحاسب عليها. راه كاين انسان كيشد 50 درهم في النهار وكيجيب لولادو وما كيخليهمش بلاش وكيطلب ويتقاتل على قبلهم وهذا الاب هذا الله يهديه. ولكن كما قلنا فين هما الناس ديال مدينه المحمديه المسؤولين ديال مدينه المحمديه اللي بامكانهم يعاونوا هذه الحاله هذه؟ علاش نخليوها تضيع 20 سنه في العمر ديالها ومحتاجه للعلاج؟ الام ديالها راه اضطرت ولات فرمليه كثرت انها ما مقابله هاد سنوات وسنوات اللي مقابلها اضطرت ولات كدير كل شيء وكتوفر لها كل شيء داك الشيء اللي قدرت عليه لدرجه انها ولات كطلب على قبل الابنه ديالها. كما قلنا ما غنتسناوش حتى يتقاد امو. مشكور رئيس الدائره الامنيه اللي كذلك تعامل مع هذه البنيه بانسانيه حسب بنته ودار داك الشيء اللي قدر عليه. ولكن كما قلنا واش دائما غنرجعوا للمشكل ديال امو دائما نرجعوا للمشكل ديال الناس مشاو للمستشفيات كيتسناو ساعات وساعات. هذه البنيه محتاجه للعلاج خاصها تعالج في اقرب وقت ممكن. هذه رساله لوزير الصحه ان يكون التفاته لهاد الناس هادو اللي يعني مساله حياه او موت. يعني الا دابا بحال في اي لحظه وقع لها مشكل في الكلاوي غضطر انها دير الدياليز وتجه ديال الدياليز راه ما عندهاش. نتمناو ربي يحنن القلوب على هذه البنيه ونتمناو يعني نسيت ما خديتش الرقم ديالك عاودي فكرينا في الرقم ديالك. ما حافظتش واخا عطيني حافظ 06 06 02 31 69 64 عاودي الرقم 06 02 31 69 64 نتمنى الساده المشاهدين معنا يبارطاجيو هذا البث المباشر ويتعاونوا مع البنيه فضلا وليس امرا حيت بصح محتاجه المساعده. راه الحال كتشوفوا البنيه راه صراحه مدمره يجيو يشوفوا بعيني مدمره البنيه مدمره محتاجه العلاج. راه مازال الدنيا مازال اعتبروها اختكم اعتبروها بنتكم اكيد الناس راه كيشوفوا الحاله ديالها وقدر الله ما شاء فعل. كتفي بهذا القدر على ما